اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا أمين يا رب العالمين. أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال وذلك قبل إسلامه ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول به شعرا يذكر عيوبه. The kuffar of Quraysh paid the poet Hassan ibn Thabit radiallahu anhu before he accepted Islam to go and insult the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. فوقف حسان على ربوة ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها. So Hassan stood on a hill waiting for the Prophet to arrive so he can find something to insult and ridicule him with. فمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مر جميل الشيم مر مصباح الظلام. The Prophet then passed by, the one with beautiful character, the light of darkness. When Hassan saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, he saw his light that shone with his beautiful appearance and radiant light. شرح الله صدره للإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala has cast the light into his heart. Allah opened his chest and guided him. And his heart was enlightened, and his face was enlightened. فَلَمَّا رَأَهُ حَسَّانَ رَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشِ وَرَدَّ لَهُمُ الْمَالِ وَقَالَ لَهُمْ هَذَا مَالَكُمْ لَيْسَ لِي فِيهِ حَاجَةِ وَأَمَّا هَذَا الَّذِي أَرَدْتُمْ أَنْ أَهْجُوَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. حسان went back to the kuffar of Quraysh and gave them back their money. And he said, as for the money, I have no need. And as for the one that you want me to ridicule, I call upon you, Ya Allah, to bear witness that I bear witness that he is the messenger of Allah. فقالوا كفار قريش ما دهاك ما لهذا أرسلناك. They said, what has gotten into you? This isn't the reason that we sent you. فأجابهم بقوله. So he replied with this poem. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري. When I saw his light shining forth, in fear I covered my eyes with my palm. خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري. Afraid for my sight because of the beauty of his appearance, so I was barely able to look at him at all. روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. A spirit of light lodged in a body like the moon, a mantle made up of brilliant shining stars. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نور على نور يخذ بالألباب والقلوب. This is the Prophet, light upon lights. He captures the hearts. أراد حسان أن يسبه ويهجوه لكن لما رآه أحبه ومدحه. حسان wanted to mock him. He wanted to insult him. But when he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم, he loved him and praised him. Allah subhanahu wa ta'ala says, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ أهل غزة بحماك وسلطانك. اللهم ارحم أهل غزة. اللهم ارحم أهل غزة واغفر لهم ذنوبهم. اللهم انصر أهل غزة على من عاداهم. اللهم صوب رميهم. اللهم صوب رميهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزمهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.